ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا النهارده ضيف عزيز عليا مشرفنا ومشرف مصر كلها. معانا الدكتور رمضان محمد الملكي، كاتب صحفي ومدرب تنميه بشريه، وهنتكلم عن وسائل السوشيال ميديا على المجتمع. برحب بيك يا دكتور رمضان. اهلا وسهلا ومرحبا. نورتني. منور بيكم، وانا اعتذر لانني كان عندي نزله برد. الف لا باس. فاعتذر عن رضاعه الصوت، ولكن كان لزاما الوعد اللي وعدتني اجي اطلع معك في هذه الحلقه. حضرتك نورتني. إلى هنا. حضرتك نورتني يا فندم. نور بكم يا اهلا وسهلا، وشكرا لكم على الاستضافه. ربنا يكرمك. عايزين نعرف وسائل تاثير وسائل السوشيال ميديا على المجتمع بتاعنا العربي. نعم، التواصل، واحنا نريد نتكلم عن بعض الاضرار، يعني الاضرار والايجابيات. نعم، لها اضرار وسائل التواصل كثيره، وهي سيف ذو حدين. يعني وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام هي سيف ذو حدين. تمام. اذا استخدمت في الخير فهي طبعا تكنولوجيا جميله وتكنولوجيا متقدمه ومفيده للمجتمع وللافراد وللصناعات ولكل الامور الحياه. اذا استخدمت في الخير. امتى نقول بقى هي استخدمت في الخير، وامتى نقول هي استخدمت في غير الخير؟ يعني السلبيات ايه والايجابيات ايه؟ بس يعني انا تكلمت قبل كده في حلقه عن ان للاسف، وكذلك عملت ندوه انه للاسف ان احنا في العالم العربي بصراحه يعني نستخدم الانترنت بشكل خاطئ. يعني مثلا في هناك احصائيات ان اكثر من يدخل على المواقع الاباحيه هم العرب. العرب يعني شيء هذه موجود، ولها اضرار كثيره، منها مثلا الانعزال اللاشعوري عن المجتمع القريب. والاندماج مع المجتمع، على المجتمع الافتراضي الغريب. يعني الواحد بيبقى قاعد في البيت، يكون الشاب رافض ان هو يعيش في المجتمع اللي هو فيه. يعني انا رافض حياتي، فانا بهرب للسوشيال ميديا. بالضبط، بتحس عامل كيان لنفسي. نعم، تجدين مثلا الاشخاص اللي داخلين في الانترنت معزولين شعوريا، يتكلم ويداخل في مجتمع ثاني وقاعد الزوج زوجته كل واحد في وادي. ده حقيقي فعلا. والاولاد يعني اصبحت الانترنت تؤثر على مستواهم الدراسي وعلى مستواهم الفكري. طب ازاي احافظ عليهم؟ يعني انا اعمل ايه؟ دوري كأم، يعني انا دوري كأم اعمل ايه عشان احافظ على اولادي من السوشيال ميديا؟ هو دور كبير ومهم جدا، يعني لابد من الاب والام من الاهتمام بالموضوع هذا. لان الرقابه الابويه مهمه جدا والاسريه. لابد من الرقابه الاسريه بشكل يعني يكون طبعا حضاري وبشكل يقنع الطفل. ازاي انه ما ناتي الى الطفل يعني ادوله مثلا كم ساعه؟ يعني انا لو عندي طفل صغير وحابب ان هو طول النهار يقعد على اللاب او على التابلت او الايباد او يعني حد اقصى 4 ساعات تقريبا متواصله ولا متوسط؟ لكن هو طبعا حتى 4 ساعات تعتبر كثيره يعني، لكن تجزا يعني للطفل. ولابد من الرقابه الاسريه من ناحيه انه الطفل يعني يراقب فين يذهب في النت. لان النت خطر جدا على الاطفال، وبالاضافه الى انه ياثر على مستواهم الدراسي، ياثر على تفكيرهم وعلى نعرف ان اثاره كثيره جدا 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 على الطفل وخطيره يعني. طيب ده سن كام يا دكتور اللي حضرتك بتتكلم فيه؟ يعني 4 ساعات اسيبه للطفل اللي يكون عنده كم سنه مثلا؟ يعني لغايه من مثلا هو اكيد الان من 7 سنوات بيبدا، واقل كمان، لكن قولي من 7 سنوات بيبدا في استخدام لا لا انا عندي بنوته 4 سنين مش عايز اسيب الموبايل. وده الالعاب يعني دي ساعه تقريبا حسب الاطباء، لكن انا ك يعني مطلع على بعض الامور، اذا الايباد او الموبايل استمر كثير مع الطفل يعني يسبب له مشاكل صحيه. منها مثلا التشنج والاكتئاب والاشياء اللي مثلا والعينين يا دكتور، ده بيأثر كمان على النظر واعصاب العين والعين. فهو له اضرار كثيره. طبعا نتكلم عن اضرار، الاضرار يعني ممكن توصل الى امور خطيره. يعني احنا شفنا بعض الالعاب زي لعبه الحوت الازرق، وفي لعبه اسمها مريم. ايوه، هي نفسها تدخل في، اعتقد مريم هي نفس اللي في الحوت اتوقع، اول حاله مش عارف، لكن مش انا بصراحه ما دخلتش عليهم، بس يعني عارفه ان دي حاجه ودي حاجه. هي لعبه بس ما عنديش فكره يعني. لعبه الحوت الازرق. ايوه، لا لعبه الحوت الازرق هي اللي يعني هي كانت اخطر، تودي للانتحار. هذه امور كلها لازم الاسره تنتبه للموضوع هذا وتركز على الطفل، ماذا ينبغي ان يشوف الطفل
لان الان هي المواقع اصبحت يعني مكان لنشر للاسف النشر الرذيله يعني في حاله استخدامها في الامور الخاطئه. طيب احنا معانا اتصال تليفوني، نعود نكمل كلام حضرتك. معانا شيماء من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا فندم، اتفضلي. ممكن اسال الدكتوره عن ازاي نتجنب مواقع التواصل الاجتماعي؟ يا حضرتك معانا والدكتور مع حضرتك وسامع حضرتك، اسالي السؤال. السؤال ايه؟ السؤال تاني معلش. لو سمحتي ممكن عايز اسال الدكتور ازاي نتجنب مواقع التواصل الاجتماعي؟ اوكي، عايزه تعرف ازاي تتجنب مواقع التواصل الاجتماعي. تتجنبها يعني هي خلينا نقول تخفف من نحمي نفسنا يعني. أيوه. بلاش يعني مش هنتجنبها يعني. أيوه. صعب طبعا. ايوه، هذه الرقابه الذاتيه يعني. انا بكون نحمي نفسنا ازاي؟ ايوه، انا تعمل على نفسها رقابه ذاتيه. ازاي بقى؟ يعني بتكون لها عندها مثلا اكيد مش يعني اكيد هي محتاجه للانترنت يعني. طبعا. لكن هي انا اتوقع انها يعني اتوقع انها تقصد انه كيف انا اتجنب اني ابقى على الانترنت فتره طويله. او مثلا يعني اتخلص من الادمان مثلا على الفيسبوك مثلا. ده حقيقي. فهي يعني تستطيع بالتدريج، ما يمكن واحد متعود على الانترنت في يوم وليله يخلع منها يعني. ازاي بقى يا دكتور؟ لابد يعني ازاي بقى نتجنب بقى؟ يعني فعلا انا يعني واحده من الناس ممكن امسك الموبايل كده فخلاص يعني همسكه 10 دقائق بقى مش عارفه ازاي بقى لها عدت ساعتين مش عارفه ازاي بتعدي. هو في امور لازم اجباريه مثلا زي معالجه الامور الحياتيه واستخدام الواتساب والاشياء دي. هي اجباريه يعني الان. اعمل ايه بقى؟ يعني انا اعمل ايه عشان الوقت ما ياخدنيش او تمام. يسحب يعني خلاص كده هو سحب مني مش عارفه. تمام نركز على الامور المهمه جدا الهامه. بس فقط اخذ الحاجه المهمه مثلا اللي انا عايزها مثلا في الشغل، اشوف حد فيها مثلا رساله مهمه، الاشياء اللي هي يعني استفيد منها. اتجنب ضياع الوقت في مثلا فيسبوك على التويتر الانستغرام. اتجنب ضياع الوقت في الاشياء دي واشغل نفسي بالقراءه يعني اكون انا مختار مثلا كتاب او مختار حاجه معينه بالرياضه. الرياضه يعني هي اهم وافضل من الجلوس على الانترنت. صحيه، رياضه تعطي الانسان طبعا حياه سعيدة بالنسبة للي بيستخدم يعني يكون جسمه رياضي ومتعود على الرياضة. مثلا الفجر بدل ما يصحى على النت يصحى يروح يعمل رياضة مثلا رياضة. هذا أفضل لكثير من اللي يعمل برامج يحاول قدر الإمكان يعمل برامج تشغله عن ايش؟ يعني بديلة يعني برامج بديلة. عايز تقول أحدد هدفي؟ أحدد هدفي اللي أنا أبغاه وأروح أخذه. بس يعني ما أضيعش وقتي بقى في حاجة ما أضيعش وقتي في الأشياء اللي ما تسرني يعني. العمل الان نجد الناس كثير من الناس اهمل في عمل من سبب ايش؟ سبب الانترنت يعني. تحصل الواحد قاعد في الشغل ياثر على العمل لجلوسه طويل على الانترنت. الانترنت طبعا عالم مفتوح ده حقيقي ما يخلص. لكن انا احط في بالي انه الانترنت ما راح يخلص على اي شيء عليه. استغل وقتي صح. ايوه، فانا احاول الاشياء اللي انا ابغاها بس اوصلها اروح لها. اغير نمط الحياه، اتجنب السهر على الانترنت. زي ما قلنا الرياضه، زيارات الاقارب والاصدقاء، الجلوس مثلا في اماكن منتزهات جميله، التمتع بالطبيعه. لا ما فيش والله يا دكتور رمضان في الموضوع ده. ليش؟ ده انا عايزه اقول لحضرتك انا بشوف ناس في الحدائق العامه والنوادي برضو قاعدين على الموبايل. لا بالظبط، لابد من يعني ماسكين على طول كده الموبايل في ايدهم خلاص. لا الاماكن هذه يكون قد يعني يكون خلاص عزل الموبايل، فصل النت وخلاه يعني بدون نت. لو في اتصال ضروري بيتكلم، لكن نت ما في. يفصل النت ويستبدل زي ما تفضلت الاخت شيماء، يستبدل الوقت اللي يقضيه على الانترنت في وقت يفيده مثلا في شغل، في عمل، في تنميه مهارات فرديه، في اشياء، في امور كثيره في الحياه يعني. ابائنا واجدادنا ما كان عندهم الكلام هذا، كانوا عايشين من احسن ما يكون يعني، سواء في الحالات الاقتصاديه، الحالات الاجتماعيه، كان التواصل الاجتماعي الحقيقي الفعلي موجود. فانا بعرف لك ناس لما يكون في زياره يجمع الجوالات الموبايلات يجمعها ويقول يا جماعه الخير نحن جايين زياره نبغى ايش؟ نستمتع بوقتنا. ايوه، ونقعد مع بعض ونسمع بعضنا. ما ينفع كل واحد على موبايله، ما في داعي للزياره اذا. ده حقيقي فعلا. طيب هو احنا اللي استغلينا السوشيال ميديا غلط ولا يعني بالنسبه للاجانب يعني الدول الاوروبيه
الاسيويه والكلام ده. هو احنا ما نبرر يعني الاجانب من ناحيه ان فيه برضو المراهقين يستغلون الاشياء هذه وغير المراهقين، لكن هي تعود للشخص ذاته، للرقابه الذاتيه للانسان. مثلا انا ابغى احصن نفسي من المشكله هذه، هذه هي خطر يعني، سيف ذو حدين، الحد سلاح ذو حدين. ايوه السلاح هذا اللي هو سلبي اكثر من الايجابي. تمام. لانه يدمر. يعني الايجابي تستفيد منه، لكن قد تكون الاستفاده من الايجابي محدوده. يعني انا اشوف ان اغلب الناس يستفيدون من النت، لكن فيه له فوائد كبيره. للاسف يعني نحن مثلا يعني ما زي لما يكون عندك مثلا اي شيء مشروع مثلا تنفذين منه الربع والثمن والباقي يبقى ليش؟ غير مستغل. زي الارض اللي يبنى عليها مثلا مبنى يكون المبنى هذا ممكن الارض تاخذ 10 مباني ياتي مهندس فاشل يعمل لك 8 يبقى خلاص كده في 2. فهي لابد من استغلال الامثل للوقت على الانترنت. طب حضرتك بتنصحهم بايه يا دكتور؟ انا عارفه حضرتك عندك زي منشاه او جمعيه كنت كلمتيني عليها قبل كده قبل الهوا وفي التليفون، بتساعد ناس كتير يعني، حضرتك تكلمنا عنها شويه يعني عشان ندي طاقه ايجابيه للشباب اللي بتسمعنا. الشباب مطلوب منهم اول شيء طبعا العمل الاجتماعي والخيري، يجد الانسان فيه متعه. فهذه باذن الله بركه في العمر. وخدمه للمجتمع. يعني احنا بنحصل شباب مثلا فارغ يعني طوال الوقت فاضيين يعني قاعدين يقضون وقت في امور غير مفيده، فخدمه المجتمع واكتساب خبرات ومعرفه الناس هذه من اجمل الاشياء اللي ممكن الانسان يستفيدها في الخدمه الاجتماعيه. طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي دكتور عادل عبد العال، نائب رئيس اكاديميه اونتاريو للتغذيه والاعشاب والعلاجات الطبيعيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور عادل؟ يا اهلا وسهلا. حضرتك نورتني النهارده وشرفتني باتصالك. اللي منور الدكتور رمضان الملكي، الراجل الجميل اللي احنا قاعدين نستمتع باللقاء بتاعه دلوقتي. اكيد طبعا. وبالافادات الجميله اللي بيتكلم فيها صراحه هذا الرجل، واحد من القلائل في المملكه العربيه السعوديه اللي فعلا انا بسميه عالم من اعلام الثقافه والشعر والفن والادب. اكيد طبعا يا فندم. الله تسلم يا دكتور، الله يخليك. طيب يا دكتور عادل، انا اولا سعيده طبعا بمداخله حضرتك، ولكن كنت حضرتك قلت لي على قريه في محافظه في مصر عندنا، قريه نموذجيه كانت عاجبه حضرتك جدا، وقلت ان شاء الله باذن الله لو حضرتك عملت لي مداخله او استضفت حضرتك في حلقه فكلمنا عنها، ادينا نبذه عنها كده يا دكتور عادل، ندي منحه للشباب كده وقوه عشان يعرفوا ان احنا نقدر نعمل كل حاجه. الحقيقه طبعا الشباب يقدروا يعملوا حاجات كثيره جدا لتطوير مصر. تمام. القريه اللي بتكلم عنها في قريتين في مصر صراحه نموذج يحتذى بهم في التنميه الذاتيه. القريه الاولى اللي هي قريه الزمرنه في محافظه البحيره. ودي كان المحافظ عادل لبيب عامل مسابقه لاختيار اجمل قريه في محافظه البحيره وفازت هي. باختصار شديد الناس اللي في المحافظه اللي في القريه اتفقوا انهم يخلوا قريتهم اجمل قريه في مصر. فهم عملوا بردورات حول البيوت وعملوا في كل ميدان في القريه نافوره. النافوره دي بالامكانيات الذاتيه من البلاليس من الفخار من السيراميك القديم المتكسر، عملوا شيء رائع جدا جدا. وعملوا برضه مجموعه من المشاريع المتكامله. يعني 4 أو 5 عاوزين يعملوا مزرعه دواجن. زي ايه كده يا فندم؟ نعم؟ زي ايه حضرتك بتقول مجموعه دواجن وايه تاني؟ يعني ابتدوا يعملوا مشاريع تعتمد على الخمسه سته يتفقوا مع بعض يعملوا مشروع. يعني 4 أو 5 شباب عاوزين يعملوا مزرعه دواجن. يروحوا لمين من بعض وعاملين مزرعه واحده وكل واحد يشرف عليها يوم بدل ما بيشرف 7 أيام في الاسبوع. ما شاء الله. على شويه الدواجن اللي عنده بيشرف يوم. وبالتالي بياخد معلومات كثيره برضه عن طريق الانترنت. عن الوقايه والعلاج والعلف والكلام ده. تمام. فاصبحت نسبه النافع
عندهم قليله جدا، ناس تعمل مزرعه ارانب. المهم القريه دي استطاعت انها تعمل مجموعه من المشاريع الصغيره، حتى ماكينات خياطه في البيوت ما شاء الله للستات، وابتدى القريه دي تبقى من اجمل قرى مصر. وهذه القريه ممكن تروحوا تصوروا فيها يوم، هتلاقوا فعلا قريه جميله جدا. حتى ان شاء الله يمكن عملوا الفكره بتاعت سنبل علشان المواشي وهي ماشيه في الشارع ما تتركش فضلاتها، عملوا زي كيس البامبرز كده ياخدوا فيه الحاجه بتاعت المواشي يحطوها الفضلات بتاع المواشي. وفي قريه ثانيه اسمها تفاهم الاشراف، قام بيها واحد الله يغفر له ويرحمه المهندس صلاح عطيه، خلى القريه دي ما فيش فيها اسره مش منتجه، ما فيش فيها اسره مش مستحقه للزكاه، ما فيش فيها اسره ما بتدفعش الزكاه. وعمل فيها معهد ازهري، وعمل فيها مجموعه من المشاريع اللي تخلي الاسر كلها تكتفي ذاتيا. برضه القريه دي ما فيش فيها واحد ما بيدفعش الزكاه، وما فيش فيها واحد بيستحق الزكاه. يعني مصر تستطيع فعلا انها تنهض بجهود ابنائها والتكافل اللي بيكون بين افرادها. طبعا في مشاريع كثيره جدا ممكن الاستاذ رمضان الدكتور رمضان مالكي يتكلم عنها، لانه هو برضه واحد من اصحاب الافكار البناءه، وبرضه يستطيع ان هو يصنع كذا فكره في نفس الوقت. الحقيقه يعني لو احنا استخدمنا النت زي ما بيقولوا استاذ رمضان كده، لو استخدمناه الاستخدام الصحيح كله في مجاله. يعني الناس اللي بتربي الدواجن تفتح بقى النت على الدواجن وتشوف امراضها وتشوف مشاكلها وتغذيتها، هيبقى عندنا احسن معلومات في الدنيا. الناس اللي شغاله في الزراعه نفس الكلام، ده حقيقي فعلا. الناس اللي في الصناعه نفس الكلام. ما هو ده اللي بتكلم فيه يا فندم، يعني استغل كل حاجه صح. ايوه، اللي في الاعلام يشوف افضل ايه البرامج الاعلاميه اللي يشتغل فيها ويبدا يطور. اذا استطعنا ان كل واحد يشتغل على النت في المجال بتاعه، هيقعد يدور على الحوادث والاخبار الفنيه والاخبار اللي ملهاش لازمه، هنوصل لمجتمع راقي فعلا. يعني الدكتور رمضان، اتمنى والله يا دكتور، اتمنى الدكتور رمضان اللي قاعد قدامك ده ما بيكتبش النت غير على مواضيع تختص بالادب والشعر والفن والمجالات اللي هو مهتم بيها. يعني لما تقعدي معاه طبعا وانت قاعده معاه مستحيل يفتح الموبايل، يعني بيقفل الموبايل خالص. ده من ذوقه طبعا. لما بيقعد لوحده تلاقيه ماسك الموضوعات اللي بتهمه شخصيا من ناحيه الادب والفن والتنميه البشريه وفي مجالات اهتمامه الخاصه يعني. فانا بتمنى ان احنا يكون عندنا صحوه انترنت، كل واحد يبحث ويتفرج على مجاله الخاص وينمي نفسه ذاتيا. فرصه جيده جدا ان النت متاح للجميع، نقدر كل واحد في مجاله، الام في مجال تربيه الابناء، الاب في مجال الابداع والعمل والانتاج، كل واحد يقدر ان هو يوجه نفسه توجيه جيد. انا شخصيا ما بفتحش النت غير على الاعشاب والتغذيه والعلاجات الطبيعيه، ده هو اهتمامي الاول والاخير. طيب دكتور عادل، حضرتك نورتيني النهارده باتصالك، وشرف ليا انا شخصيا ان انا مع حضرتك وبتواصل مع حضرتك من خلال التليفون، وتسمح لي ان انا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الجميله. كان معانا دكتور عادل عبد العال، نائب رئيس اكاديميه اونتاريو للتغذيه والاعشاب الطبيعيه، بشكرك يا فندم. نرجع تاني للدكتور رمضان اللي منورني. عايز اقول لحضراتكم ان حضراتكم ان الدكتور رمضان هو معرفه الدكتور عادل عبد العال، وده شرف ليا طبعا. يعني انا بشكرك جدا يا دكتور رمضان، وسعدت جدا بلقائك على المستوى الشخصي. شكرا، وانا مبسوط من مداخله، يعني سعيد من مداخله سعاده الدكتور عادل، رجل اعرفه من ايام الامارات، يعز لسان يعني يتكلم عن الرجل هذا. دكتور خلوق طبعا، دكتور يعني عادل علم من اعلام مصر، علم والوطن العربي كله، علم وعالم، ورجل يتشرف الانسان انه يتعرف عليه، صادق القول، سليم النيه والقلب، رجل جميل جدا، متواضع، كريم، كرم لا يمكن الانسان يعرف يعبر عن الرجل هذا. طيب. واسال الله سبحانه وتعالى ديما المعروف والصداقه، وهو شريك برضه انا وياه عاملين شركه. بشكر حضرتك جدا يا دكتور رمضان. وكان معانا النهارده دكتور رمضان محمد الملكي، كاتب صحفي ومدرب تنميه بشريه، وبشكر مداخله الدكتور عادل عبد العال، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.